مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نصل بكم إلى لحظات التتويج الكبيرة هنا في ميدان الوثبة عاصمة ميادين السباقات بهذه الانطلاقات القوية هنا من خلال انطلاقة 8 أشواط لأيضا سن الإذاع وأول 4 أشواط للإنتاج والمنتجين. هنا لحظات معدودة وسوف تعطى أيضا إشارة التسليم من خلال هذا الأداء الكبير والتحدي المثير الذي شاهدناه هنا في المتعة والإثارة. كما تشاهدون هنا عبر الهواء مباشرة سعادة عبد الله بن مبارك المهيري يسلم مالك النصيبة سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي هنا هذا الفوز والانتصار، ويرافق هذا البطل أيضا العويسي، ألف مبروك على هذا الفوز والانتصار هنا من خلال فوز النصيبة ب9 دقائق 11 ثانية جزءا واحدا من الثانية. سلام المرموم، سلام بوسهيل، سلام على هذا الفوز والانتصار. شكرا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن. يأتي دور المهجنات فتفوز في مناخ للمتحدي سالم بسعيد بن منانة الاكتبي. تهانينا والناموس وسلاماتنا إلى زعبيل على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للمتحدي سالم بسعيد بن منانة. هنا حمد بن فايل الزرعي وأحمد الرميثي بالفعل يستلمون أيضا خنجر البكار المهجنات الأصايل. 9 دقائق 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية. أيضا هنا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري يسلم هذه الخنجر. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الثالث والخاصي بالجعدان أيضا الإذاع المحليات الأصايل، فكان هناك أيضا منبع لمحمد بن الدحب العامري. تهانينا والناموس لمصانع الجنوب يضيف النقطة الثانية في هذا المهرجان أيضا من خلال الرموز. تهانينا والناموس وسلالة منبع ومحمية الفقع بالفعل التي تنتج هذه النوعيات الكبيرة والوفيرة بالفعل في عالم سباقات الهجن. إذن محمد بن الدحب العامري، محمد بن الدحب بن قنازل العامري هو من فاز بدرع الجعدان المحليات من فئة الانتاج ضمن جائزة زايد الكبرى في هذا المساء الجميل. مصانع الجنوب دائما تأتي بانتاجها الكبير والوفير. هنا أيضا مشاهدين الأعزاء يستلم الدحبة أيضا من قنازل العامري وأبنائه هذا الدرع الكبير وأحد الأبطال والأشبال القادمين إلى عالم سباقات الهجن. أيضا يستلم هذا أيضا الدرع، ألف مبروك. الرمز الثاني مع رمز أيضا اللقاية مع الشاهينية بالفعل. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما يأتي دور أيضا شوط القعدان الإذاع المهجنات الأصايل من فئة الانتاج، فيأتي مصدر محمد بن سعيد بن مصبح النعيمي أيضا هذا القعود صاحب أيضا نفس الشوط في سن اللقاء في العام الماضي صاحب الرمز يعود مرة أخرى. ألف مبروك يا النعيمي على هذا الفوز والانتصار. أيضا هناك علي بن سعيد وسلطان بن سعيد النعيمي وأخوانهم يستلمون هذا الدرع من سعادة عبد الله بن مبارك المهيري. ألف مبروك. هذا مصدر صاحب إنجاز في سن اللقاية وصاحب نفس الشوط أيضا حصل على درع جائزة زايد الكبرى في سن اللقاية ويحصل اليوم عليها في سن الإذاع. ألف مبروك وتهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. صور تذكارية جميلة للغاية هنا من خلال هذا الفوز والانتصار. نبدأ بأشواط أيضا الرموز الأربعة المفتوحة وشوط الأبكار الإذاع المحليات الأصايل. ذهب مع نوادر صاحبة الحدث في هذا المساء، نوادر بقيادة هادف بن حمد بن عصان المنصوري أبو حمد راعي عطوة. ألف مبروك على هذا الفوز والانتصار في أيضا ليلة البارحة. أيضا سجل إنجاز قوي هنا مشاهدين الأعزاء راعي عطوة أيضا يفوز في هذا المساء الجميل. هادف بن حمد بن عصان المنصوري وحمد ومحمد وأيضا حميد أبناء عبيد بن عصان وعبد الله أبو زوغة بالفعل. ألف مبروك على هذا الفوز والانتصار على هذا أيضا الفوز بهذه الخنجر، خنجر الإذاع المحليات الأصايل ضمن الأشواط المفتوحة. تهانينا والناموس. ألف مبروك يا راعي عطوة. هنا صورة تذكارية أيضا أبو زوغة يتواجد معلقنا ومعلق ميدان الخزنة بالفعل. ارفع الخنجر يا أبو زوغة وخلك من المتنومسين اليوم بالفعل. ألف مبروك. تهانينا
والناموس. بينما شوط أيضا هنا الابكار الإذاع المهجنات الأصايل، تأتي الشرقية لراشد بن علي بن نويصر المنصوري، واحدة من الأسماء القوية بالفعل. تهانينا والناموس راشد بن علي بن نويصر المنصوري، رابع اشتراك لها هنا مشاهدين الأعزاء. يأتي راشد بن علي بن نويصر وراشد بن سلطان بن غالب وعبد الله بن غالب ايضا يستلمون هذه الخنجر بتسع دقائق 12 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا لراشد بن علي بن نويصر المنصوري، هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السابع والخاص بالجعدان ايضا هنا، الجعدان الاذاعه المحليات الاصايل، ضمن ايضا انطلاقه الاشواط المفتوحه، ياتي شاهين لسويدان بن مصبح بن سالم المتفيج الاكتبي. ايضا تهانينا والناموس بهذا الدرع الكبير بتسع دقائق وست ثواني ثمان اجزاء من الثانيه، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. هنا ايضا يستلم ايضا الهاشمي، وهناك ايضا عبد العزيز بن كليب ويرافقهم ايضا اخوانهم لهذا التسليم الكبير، وهذا سويدان بن مصبح بن سالم المتفيق الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال هذا الاداء الكبير والتحدي المثير. هنا ايضا شاهين، صورة تذكارية جميلة للغاية من خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياس الرياضي. بينما شوطنا الثامن ممثل الوثبة الدايم ايضا ياتي محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا على هذا الاداء، تسع دقائق تسع ثواني ثلاث اجزاء من الثانيه، تهانينا على هذا الفوز. هذا ناصر بالعوضي المنهالي يستلم ايضا هنا هذه ايضا هذا الدرع. هناك مانع بن محمد الوهيبي، تهانينا ايضا الخميس الغوشري على هذا الفوز والانتصار، مشكور يا ابو محمد. هذا ناصر بالعوضي المنهالي يستلم كما عودنا دائما بمنصات التتويج والفوز والانتصارات، الف الف مبروك هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا متابعينا الكرام، كما عودنا دائما ممثل الوثبه دائم بانطلاقاته القويه يعود الى منصات التتويج هنا بعد اداء كبير وتحدي مثير، خميس الغوشري بالفعل. هنا ايضا من يقدم هذا الدرع ايضا ويساير المشهر بالفعل، فكان مع الموعد. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا للجميع. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، عشاق الاصاله محبي هذه الرياضه العربيه الاصيله، وصلنا بكم الى الختام، ختام هذا المساء الجميل، ختام مهرجان جائزه زايد الكبرى في سن الاذاعه. هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نذكر ايضا الساده المشاهدين والمتابعين، ايضا هناك سوف يقام في تمام الساعه السادسه من مساء هذا اليوم مزاد مركز العين للابحاث في ليلته الثانيه وفي نسخته الثانيه، فانتم مدعوون مع اقتناء اجود السلالات وفخرها في عالم السرعه وعالم سباقات الهجن، فكونوا مع هذه النوعيات هنا في الميدان الجنوبي في تمام الساعه السادسه، وكونوا مع